الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل لتحسين منظومة التقاضي بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة. تزايد الانقسامات في حكومة نتنياهو والعضوة في حكومة الحرب الإسرائيلية جانتسا في واشنطن لبحث الأزمة في غزة. المبعوث الأمريكي إلى لبنان يبحث سبل التهدئة مع إسرائيل ويحذر من أن أي هدنة في غزة لن تمتد بالضرورة تلقائيا للبنان. الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش. موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من قناة النيل للأخبار، مرحبا بكم. نتحول إلى التفاصيل، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل المكثف في جهود التطوير والتحسين لمنظومة التقاضي بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع وزير العدل المستشار عمر مروان، والذي تناول تطورات الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على إجراءات تفعيل قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي والجهود الجارية لاستحداث آليات للتنسيق في إطار القانون بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية القيم الإنسانية والمجتمعية وحشد الجهود الوطنية من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية ودعم تنفيذ المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك من خلال التنسيق بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني المعنية. وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضا تطورات الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة في إطار الجهود الجارية للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي وتحديث آلياتها، حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل المكثف في جهود التطوير والتحسين بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، مشددا على تطبيق القانون بكل أمانة ونزاهة ومساواة، تأكيدا لسيادة القانون على الجميع بلا تمييز وحماية لحقوق المواطنين والمجتمع. استقبل وزير الخارجية سامح شكري كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة سيغريد كان. تركزت المناقشات على الأوضاع الإنسانية المتردية في غزة والتحركات والمقترحات المطروحة لضمان التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2720 بشأن إنفاذ المساعدات الإنسانية. للمزيد من المتابعة والتفاصيل تنضم إلينا من مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة الزميلة أمل صبري مراسلة النيل الأخبار. أمل، بعد التحية لو تنقلي لنا نتيجة هذا الاستقبال وهذه المناقشة. المملكة العربية السعودية والتي اختتمها معالي وزير الخارجية سامح شكري مساء أمس، انطلق يوم جديد للدبلوماسية المصرية منذ الصباح الباكر، حيث تشهد وزارة الخارجية بمقرها الجديد بالعاصمة الإدارية لقاءات مكثفة استهلها معالي الوزير سامح شكري باستقباله للسيدة سيغريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة. وبحسب تصريح للسفير أحمد أبو زيد
السعيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية أن الوزير شكري حرص خلال لقائه مع المسؤولة الأممية على التعرف على تفعيل أو تطور العمل للتفعيل وتنفيذ الآلية الأممية المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 2720، وذلك بشأن تسهيل وتنسيق ومراقبة إدخال المساعدات لقطاع غزة. أيضا حرص الوزير على إطلاع المسؤولة الأممية على الأحوال الكارثية والإنسانية الخطيرة التي يعاني منها سكان قطاع غزة، وكذلك الدور المهم سواء على النواحي القانونية أو الإنسانية لمجلس الأمن، والذي يجب أن يتم فورا لإنفاذ قرار مجلس الأمن خاصة بعد مرور أكثر من شهرين على اعتماد هذا القرار. يمكن المسؤولة الأممية خلال اللقاء أشادت وثمنت الدور الهام الذي تقوم به مصر، سواء من لقاءاتها المكثفة اتصالاتها المكثفة على مستوى كافة دول العالم مع كافة الأجهزة العالمية لوقف الحرب ووقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات لقطاع غزة. كذلك أشادت بدور الهلال الأحمر المصري وتعاونه مع كافة الوكالات العالمية الإغاثية. بعد قليل بتنطلق لقاء آخر مهم، حيث يستقبل معالي الوزير سامح شكري السيدة هانكي سلوت وزيرة خارجية مملكة هولندا. هذا اللقاء سيبدأ بجلسة مباحثات ثنائية يعقبها عقد مؤتمر صحفي للوزيرين للإعلان عن أبرز ما جاء خلال جلسة المباحثات. يعني كما نعلم أن مصر وهولندا لديهما توافق كبير لدى العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كذلك هناك العلاقات الثنائية التي من المتوقع أن تتصدر مائدة المباحثات بين الجانب المصري والهولندي، خاصة النواحي الاقتصادية والاستثمارية. هولندا بتأتي في الترتيب الثالث للاستثمارات الأجنبية داخل مصر، ممثلة في أكثر من 752 مشروع. هولندا كانت لديها العديد من التصريحات التي تشيد بالإصلاحات الاقتصادية والفرص الواعدة للاستثمار المصري. أشكرك شكر جزيل الزميلة أمل صبري مراسلة النيل الأخبار من مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة. أتم العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة شهره الخامس، وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة من القطاع وسط قصف مدفعي استهدف المنازل والمناطق المأهولة ومحيط مراكز الإيواء. في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الضحايا في قطاع غزة إلى 30,534 شهيداً، 71,920 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. 150 يوما من العدوان الإسرائيلي المتواصل بلا هوادة على قطاع غزة المحاصر، مع استمرار ارتكابه المجازر بحق الفلسطينيين. طيران الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة وسط قصف مدفعي استهدف المنازل والمناطق المأهولة ومحيط مراكز الإيواء في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي 4 منازل، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين بالتزامن مع إطلاق مدفعية الاحتلال قذائف على منازل المواطنين في حي الصيرة والرمال الجنوبي بمدينة غزة. كما قصفت مدفعية الاحتلال منزلين في بلدة بيت لهيا شمال القطاع، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة نقلوا على إثرها إلى مستشفى كمال عدوان. وجنوبا في شمال مدينة رفح بقطاع غزة، قصف الاحتلال الإسرائيلي بالطائرات الحربية منزلا يعود لعائلة ماضي في خربة العدس، ولم يكن مخيم جبلية بمنأى عن الغارات الوحشية، حيث قصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة رضوان في منطقة الترنس أسفر عن سقوط شهداء ومصابين، وكذلك مخيم البريج وسط القطاع. 150 يوما من القصف المتواصل بالآلية العسكرية الثقيلة برا وبحرا وجوا على القطاع خلفت نحو 30,500 شهيد فلسطيني
وإصابة قرابة 72,000، فضلا عن آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت ركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم. وفي ظل تصاعد وتيرة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، لا يزال التواصل إلى اتفاق بشأن هدنة لوقف إطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل بعيدا. وعلى الرغم من تصاعد وتيرة المطالبات الدولية بضرورة إنجاز الاتفاق قبل حلول شهر رمضان المبارك وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى القطاع، مفاوضات وجهود دولية مستمرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة قبل حلول شهر رمضان. وبحسب مصادر مطلعة على المحادثات الجارية بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، فإن نقاطا شائكة تواجه اتفاق الهدنة وصفقة محتملة لإطلاق سراح محتجزين إسرائيليين في غزة وأسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال. وينص الاقتراح الذي تقدمت به الدول الوسيطة على وقف القتال لمدة 6 أسابيع وإطلاق سراح 42 من المسنين والمرضى المحتجزين في غزة في مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين. كان مسؤول أمريكي قد أعلن في وقت سابق أن إسرائيل وافقت مبدئيا على بنود المقترح، وقال مصدر في حركة حماس إن الاتفاق ممكن في حال وافقت إسرائيل على مطالب الحركة، مشددا في الوقت نفسه على أن حماس تراعي في المفاوضات المرونة التي تحقق التوصل لاتفاق لوقف العدوان والحرب والانسحاب العسكري من القطاع لتمكين السكان من الرجوع إلى شمال القطاع، وضرورة إدخال ما لا يقل عن 400 إلى 500 شاحنة يوميا من المساعدات الغذائية والدوائية والوقود، بما يضمن تشغيل المستشفيات ومحطات المياه والمخابز. وتطالب إسرائيل حركة حماس بتقديم قائمة بأسماء الرهائن 130 الذين ما زالوا محتجزين في غزة، وتعتقد أن أكثر من 30 منهم لقوا حتفهم، لكن حماس تقول إن إسرائيل تعلم جيدا أسماءهم وأعدادهم، لكنها تريد عرقلة المفاوضات وتأخير التوصل إلى اتفاق في ظل فشل وإخفاق كبير في تحقيق أي من أهدافها المعلنة. أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك ضرورة تجنب أي تفاقم للحرب الدائرة بقطاع غزة. وحذر تورك في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف من أن أي تفجر للأوضاع قد تكون له تداعيات واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارج المنطقة. وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان التصعيد العسكري في جنوب لبنان بين إسرائيل وجماعة حزب الله وفصائل مسلحة أخرى بأنه مثير للقلق للغاية، وأكد ضرورة بذل كل جهد ممكن لتجنب تأجيج أوسع نطاقا. يزور العضو البارز في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي اليوم مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جاك سوليفان لبحث وقف مؤقت لإطلاق النار. وبحسب تقارير صحفية إسرائيلية لم يحصل غانتس على موافقة نتنياهو على تلك الرحلة التي من المقرر أن تشمل أيضا المملكة المتحدة.
تخطيط أمريكي من حليف أم صفعة إسرائيلية من صديق؟ تلك هي زيارة وزير حكومة الحرب بيني جانتس المثيرة للقلق إلى واشنطن، التي من المقرر أن يلتقي خلالها كاميلا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي وجاك سوليفان مستشار الأمن القومي. مصدر مسؤول في حزب الليكود الذي يرأسه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إن زيارة جانتس لم تكن بإذن من نتنياهو، وأضاف المصدر أن نتنياهو أجرى محادثة مع جانتس قال له فيها إن إسرائيل لها رئيس وزراء واحد. كان وزير حكومة الحرب بيني جانتس قد أبلغ نتنياهو بنيته السفر إلى الولايات المتحدة لتقوية علاقات إسرائيل مع حليفها الأمريكي بهدف تعزيز الدعم العسكري للعملية البرية التي تشنها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة والمضي قدما في تحرير المحتجزين الإسرائيليين في القطاع. تأتي زيارة بيني جانتس إلى واشنطن وسط خلافات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي بشأن تخفيف معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة ورؤية الجانبين لما ستؤول إليه الأوضاع في إدارة القطاع بعد انتهاء الحرب. كما تعتبر الولايات المتحدة أن بيني جانتس وزير حكومة الحرب في إسرائيل أكثر اعتدالا من اتجاه اليمين المتشدد الذي يقوده بنيامين نتنياهو. وفي الوقت الذي منحت فيه استطلاعات الرأي جانتس التأييد الكافي لتشكيل الحكومة، فإن نتنياهو أصبح في موقف لا يحسد عليه مع زيارة وزير حكومة الحرب إلى واشنطن، حيث يعتقد الإسرائيليون أن نتنياهو هو المسؤول عن الإخفاق الأمني الذي أدى إلى عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي التي أطلقتها حركة حماس على التجمعات الإسرائيلية المحاذية للشريط الحدودي الفاصل مع قطاع غزة. كشفت تقارير إسرائيلية أن مسؤولين كبارا في وحدة المعلومات بالجيش الإسرائيلي قدموا استقالاتهم أمس، ولم يصدر أي تعليق من الجيش على هذه الأنباء. احتجاجا على سير الأمور العملية، كشفت تقارير إسرائيلية أن مجموعة من الضباط والمسؤولين الكبار في وحدة المعلومات بالجيش الإسرائيلي قدمت استقالاتها أمس الأحد، وقالت إن من بين المستقلين الرجل الثاني في قسم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هيجاري، كما ستترك رئيسة دائرة الاتصالات في الوحدة وظيفتها بحسب تقارير. موجة الاستقالات تأتي في أعقاب نشر هيئة البث الإسرائيلية تسجيلا صوتيا لأسيرين إسرائيليين في قطاع غزة قبل لحظات من مقتلهم على أيدي جنود الجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ، وهي تعكس الاضطراب بقسم المعلومات الذي يديره الناطق العسكري، كما تأتي في غمرة خلافات داخل إسرائيل تتعمق بشكل كبير بعد إطالة أمد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي اقترب من شهره السادس، فمع تخبط مجلس الحرب وفشله في تحقيق أهداف العدوان التي أعلنها سابقا ومن بينها القضاء على حماس واستعادة رهائن، بدأ المجتمع الإسرائيلي يظهر غضبه، خاصة مع زيادة حجم الخسائر في الأفراد والعتاد وتراجع نمو الاقتصاد الإسرائيلي. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه انتقادات متصاعدة في الداخل تزامنت مع استطلاع لرأي أظهر تراجعا في شعبيته وتفضيلا لاستبعاده من رئاسة الوزراء، الأمر الذي جعل بعض السياسيين يطالبون باستبعاده فورا. فعلى سبيل المثال رئيس حزب إسرائيل بيتنا المتطرف أفيجدور ليبرمان قال إن الحكومة الإسرائيلية وصلت إلى نهايتها داعيا لانتخابات مبكرة لأول مرة، ومعتبرا أن الإطاحة بنتنياهو بمثابة مكافأة للشعب. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط، فقد بدأ الوزير بمجلس الحرب بيني جانتس رئيس حزب معسكر الدولة زيارة للولايات المتحدة خلافا لموقف رئيس الوزراء، ما دفع الأخير لتوجيه سفير تل أبيب في واشنطن بعدم مرافقة جانتس في لقاءاتها المرتقبة مع مسؤول الإدارة الأمريكية. ويتعرض نتنياهو لانتقادات واسعة في الأوساط الإسرائيلية على خلفية إخفاق حكومته بالتنبؤ المسبق بهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي وتعاطي مع قضية المحتجزين في القطاع، ما جعل نتنياهو غاضبا أكثر من مرة، وقال إن إسرائيل تخوض حربا وجودية مشددا على ضرورة الوحدة، ومعلنا أن القضاء على حركة حماس وشل قدرتها العسكرية وإعادة المحتجزين هو ما يجب أن تجتمع عليه إسرائيل. ولم تمر أيام حتى بدأ مجلس الحرب في التصدع مع استمرار العدوان وعدم تحقيق أي من أهدافه.
وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من حيفا السيد أمير مخول الباحث المتخصص في الشؤون الإسرائيلية. برحب بحضرتك سيد أمير، وبرأيك إلى أي مدى يمكن القول بأن مجريات الحرب في غزة وعدم تمكن جيش الاحتلال من تنفيذ أي من أهدافه تحدث انقسامات في الحكومة الإسرائيلية، وهل من المتوقع أن نرى المزيد من الاستقالات في الحكومة؟ يعني من الصعب التوقع وجود استقالات في هذه المرحلة، ولا يزال الائتلاف متماسكا. كانت هناك محاولات من الإدارة الأمريكية إلى تغيير سياسة نتنياهو، كانت محاولات من عائلات الأسرى والمحتجزين في غزة إلى فرض جدول أعمال مختلف وفرض صفقة من بداية الحرب، كانت محاولات إلى التخلص من حكومة نتنياهو بالضغط الخارجي، كله أخفق. الآن المحاولة الحقيقية تأتي في مسعى إلى تفتيت هذه الحكومة من داخلها، والمقصود أنه في قضية ليست مباشرة تتعلق بالحرب على غزة لكنها تتعلق بها، وهي السعي إلى تجنيد المتدينين، الشباب المتدين من تيار ما يسمى الحريدي، أي يعني التيارات التوراتية، سواء كانت من أصول أوروبية أو من أصول شرقية ومغاربية، بالأساس حزب شاس إذا يعني شيئا لكم. وهذا التحول مهم لأنه عمليا هذه الخاصرة الرخوة التي اكتشفت أن هذه الحكومة ممكن أن تسقط عليها. هناك اصطفاف جديد بين وزير الحرب جالانت والوزير جانس ورئيس حزب شاس أري دلعي، وهذه القوى تسعى إلى التخلص من الحكومة لكن لا تستطيع إسقاطها، لذلك تذهب كما يبدو المنحى إلى تعيين موعد انتخابات بالتوافق. وهذا أفضل الإدارة الأمريكية أيضا ممكن أن آلية ضغط كبيرة جدا من الإدارة الأمريكية، خاصة استدعاء وزير الكابينات الحرب بيني جانس إلى أمريكا دون التنسيق مع نتنياهو. عفوا سيد أمير، هل تم استدعاء بيني جانس بصفته أو بشخصه من الإدارة الأمريكية، أم أنه سفر من قبله بقرار شخصي منه هو متخطيا بنيامين نتنياهو للإقدام على هذه الرحلة أو دون الحصول على موافقته؟ أيهما، هل الولايات المتحدة هي من استدعت؟ في الإعلام أكثر يقولون أن هناك استدعاء وأن هناك مقابلات مع كبار المسؤولين ومع نائبة الرئيس، ولذلك بني جانس لا يقوم عمليا بزيارة ولا يستقبله الأمريكان لو هو بادر من دون التنسيق مع نتنياهو. لكن هو يدعي أيضا أنه نسق الأمر مع نتنياهو، لكن هذا موضوع ليس يعني بالموضوع المهم. المهم هو أنه أيضا خطاب وزير الأمن قبل أيام في موضوع تجنيد الحريديم أو الشباب المتدين، هو كان تحدث عن مساواة عمليا أو إعطاء وزن متساوي لكل من نتنياهو وغانس في هذا القرار. وهذا المسألة قد لا تعني شيئا للمستمع العربي أو المشاهد العربي، لكن في الحقيقة هذه تؤكد أولا أنه الحرب على غزة استنزفت واستنفدت كل الطاقات الموجودة البشرية في الجيش الإسرائيلي. هناك تحول في الجيش الإسرائيلي بحاجة حسب الإعلام الإسرائيلي لمضاعف عدد الدبابات وإلى 12 ألف جندي في أقل تقدير، والاحتياط لذلك من هذه الأحزاب الذين يذهبون إلى تعلم التوراة بدلا من الخدمة العسكرية المباشرة. نعم. فالمسعى هو أنه رفض هذا، وأحزابهم ترفض، وعلى هذا المستوى ممكن أن تسقط الحكومة إذا ذهبت في عنادها أو في تنفيذ قرار المحكمة العليا في هذا الصدد. نعم. طب سيد أمير، يعني دعنا ننظر إلى زيارة جانس للولايات المتحدة، ومن بعدها سوف يقوم بزيارة المملكة المتحدة. ما المنتظر من هذه الزيارة، خاصة وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من سفير تل أبيب في واشنطن عدم مرافقة جانس خلال هذه الرحلة، دلالة ذلك مثل هذه التصريحات من وجهة نظرك؟ يعني ليس لها دلالة سياسية بالنسبة لدور إسرائيل تجاه غزة والحرب على غزة أو الصفقة وغير ذلك، أعتقد ليس لها دلالة كبيرة ولن تؤثر كثيرا، لأن الأمور تحسم في داخل الحكومة الموسعة والكابينات الموسعة،
وهناك الطرف الآخر للمعادلة وهو بن غفير وسموتريتش. في المقابل تعزز حضور غانس كرئيس حكومة أو رئيس حكومة بديل لنتنياهو. نعم. هذا فعلا، لأنه هناك أيضا حتى في داخل صفوف الليكود هناك 22% ممن صوتوا للليكود يرون بغانس أنه هو الملائم أكثر لرئاسة الحكومة من نتنياهو نفسه. نعم، أشكرك السيد أمير مخول، كنت معنا على الهواء مباشرة من حيفا، الباحث المتخصص في الشؤون الإسرائيلية. شكرا جزيلا على هذه المداخلة. أكد رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية محمد شتية أن إسرائيل تتحدى العالم في جرائمها وخرقها للأعراف الدولية. وشدد شتية على ضرورة أن يتحدى العالم إسرائيل وأن يقوم بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة وأن يوقف توريد الأسلحة إليها. اليوم إسرائيل تتحدى العالم في جرائمها وخرقها للأعراف والقوانين الدولية، وعلى العالم أن يتحدى إسرائيل ويوصل المساعدات لغزة رغما عنها، وأن يوقف توريد الأسلحة لها واعتبارها دولة مارقة عن القانون الدولي ومحاسبتها على ذلك. يجب إجبار إسرائيل على إعادة ربط المياه والكهرباء التي قام وزير الطاقة الإسرائيلي بفصلها عن غزة بيده، ولم يكن انقطاعها نتيجة دمار أو عطل في الأجهزة والبنى التحتية. يجب على إسرائيل أن تسمح لسكان شمال غزة بالعودة إلى بيوتهم. أطالب مرة أخرى نقابة الصحفيين الدوليين البدء بحملة منظمة من أجل السماح لدخول الصحفيين الدوليين لتغطية ما يجري في غزة، وأثني على جهد الصحافة الفلسطينية والعربية التي تعمل ليل نهار لنقل صورة الجرائم والمعاناة في قطاع غزة وهنا في الضفة الغربية. أحيي رؤساء. وهكذا ألحقت الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة أضرارا جسيمة بالبنية التحتية في المدينة. يأتي هذا فيما يعاني السكان المحليون في قطاع غزة من نقص في الموارد الحيوية بما في ذلك مياه الشرب والكهرباء وسط أزمة إنسانية حادة. مع استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة يعاني السكان المحليون في غزة من نقص في الموارد الحيوية بما في ذلك مياه الشرب والكهرباء وغيرها من الضروريات وسط أزمة إنسانية تتكشف، حيث أدى الصراع المستمر بين حماس وإسرائيل إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية في قطاع غزة. وفي محاولة يائسة للحصول على بعض مياه الشرب يضطر العديد من السكان إلى السير عدة كيلومترات يوميا لجمع المياه من خزان في ملجأ مؤقت في مدينة غزة. وتم تدمير 40 بئر مياه وتسع خزانات مياه في غزة بالإضافة إلى 42 كيلومترا من إمدادات المياه، وكانت تستخدم هذه الشبكات في الأصل لتوصيل المياه إلى السكان، وبالتالي فإن هذا يؤثر بشكل كبير على إمكانية حصول السكان على المياه خاصة في ظل نقص الوقود. تم تدمير 40 بئر من آبار مياه بلدية غزة، أيضا تم تدمير 9 خزانات للمياه، وأيضا 42 ألف متر طولي من شبكات المياه، هذه الشبكات التي تنقل المياه للمواطنين. هذا انعكس بشكل كبير جدا على عدم وصول المياه للمواطنين، وأيضا بسبب انقطاع الوقود وتدمير هذه المرافق الحيوية انخفض انتاج المياه في مدينة غزة إلى أقل من 5% في أحسن الأحوال. وفي مواجهة ندرة المياه الشديدة لجأ السكان المحليون إلى جميع وسائل النقل الممكنة لجلب المياه من أماكن بعيدة. على سبيل المثال قام محمد عطالله البالغ من العمر 9 سنوات برحلة يومية لمسافة 1.5 كيلومتر من منزله لجلب الماء باستخدام كرسي متحرك. امبارح شربوني دواء وكنت بسعر بالليل، قالوا يقول الشمالك من المي، قلت لهم هيك اسمع، قلت لهم بزوق هالمرة هذه خالي شافني هيك قاعد عيط علي. كذلك تضع القيود المالية ضغطا على الأفراد في الحصول على المياه النظيفة مما يعمق من حجم المشكلة وصعوبة شراء المياه.
والله بنعاني معاناة كتير صعبة، يعني بنقعد بنعبى مية مالحة، إن كانت مالحة ولا حلوة، أقل شيء 4-5 ساعات لمنعبى المية المالحة هذا. وطبعا الحلوة في ناس الله يعينها ومحاش تعبى مية حلوة ومحاش فلوس. يخضع إدخال المساعدات لموافقة إسرائيل التي شددت الحصار على غزة بعيد بدء الحرب، ولا تصل الإغاثة إلا بكميات محدودة جدا يأتي معظمها عبر معبر رفح. وأدت الحرب ونقص الغذاء والمياه إلى زيادة وفيات الأطفال بسبب سوء التغذية والجفاف. وفي جريمة أخرى، اجتاحت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله العاصمة الإدارية للضفة الغربية، ما أدى لاستشهاد شاب فلسطيني في مخيم للاجئين. كما قامت عشرات المدرعات بقصف مخيم الأمعاري برام الله، ما أدى لاستشهاد الشاب الفلسطيني مصطفى أبو شبلق بطلق ناري في الرأس والرقبة. كما أصيبت مجندة إسرائيلية خلال اشتباكات اندلعت عقب اجتياح قوات الاحتلال المخيم. خلال أكبر مداهمة منذ سنوات لرام الله بالضفة الغربية، اقتحمت قوات إسرائيلية المدينة، ما أسفر عن استشهاد فتى يبلغ من العمر 16 عاما في مخيم للاجئين. وذكر شهود في رام الله أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المدينة وهي مقر السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس بعشرات الآليات العسكرية. وزارة الصحة الفلسطينية أكدت بأن القوات الإسرائيلية قتلت الشاب مصطفى أبو شلبكة بالرصاص خلال مداهمة مخيم الأمعري للاجئين في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان استشهاد الطفل بعد إصابته برصاص الاحتلال في الرقبة والصدر. والفتى أبو شلبك من مخيم قلندي القريبة، ووصل إلى مدخل مخيم الأمعري مع بدء عملية الجيش الإسرائيلي الذي زعم أنه نفذ عملية لمكافحة الإرهاب في الأمعري. واندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العملية قامت خلالها قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي على الفلسطينيين، فيما أصيب أحد أفراد شرطة حرس الحدود الإسرائيليين بجروح طفيفة. وأكد سكان من مخيم الأمعري اقتحام قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي المخيم، وقامت بعمليات اعتقال وتفتيش في منازل عدة، كان من بينها منزل الشاب محمد رمانة الذي قتل في سبتمبر الماضي برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مستوطنة بيزغوت. وفقا لنادي الأسير الفلسطيني، اعتقل الجيش 7 فلسطينيين من مخيم الأمعري خلال العملية. وقال النادي في بيان ان 55 مواطنا على الاقل اعتقلوا في انحاء الضفة الغربية المحتلة. اول ما دخل ضربني كف على وجهي، حكينا تويته، عطيت هويتي، دخل امي وابوي كلهم جوا، وانا حطني في الزاوية بلش في ضرب بس ولا اشي، يعني لا حكيت معي ولا حكى معي، بعرف شو السبب. مرة واحدة بلش يحكي لي انت حماس مش حماس مش عارف شو، كل مرة عم بلا حماس ولا اشي، انا زلمة بروح من السجن جديد، وصار يفتش وين تلفونك مش وين تلفونك، عطيته التلفون. بعدها كلبشوني ربطوا لهم رابط بليس وخلوا وجع الحياة، وكسروا الدور ومش كسروا الدور مش عارف، خلقوا الباب، رعبوا الصغار، ساووا فوضى، كسروا الباب فوق، كسروا الباب تحت، كلبوا الخزائن، كومونا كلنا فوق، ضربوا مهتز العرب وعياله زي ما انت شايف في هذا. وفي مدينة نابلس شمالا، فجر الجيش الإسرائيلي منزل عائلة الشاب معاذ المصري المتهم بالمشاركة في قتل سيدة بريطانية إسرائيلية وابنتيها في هجوم وقع في إبريل العام الماضي بالقرب من حاجز الحمرة العسكرية في غور الأردن. وذكر شهود أن القوات الإسرائيلية قطعت أيضا طريقا رئيسيا في مدينة طول كرم بالضفة الغربية خلال مداهمة. أفاد مسعفون إسرائيليون بمقتل عامل أجنبي وإصابة أشخاص آخرين بجراح في قصف صاروخي بالقرب من الحدود مع لبنان. ومنذ اليوم التالي لأحداث 7 أكتوبر تشهد الحدود اللبنانية تصعيدا بين حزب الله وإسرائيل، ودفع التصعيد خلال نحو 5 أشهر عشرات الآلاف من السكان على جانبي الحدود إلى إخلاء منازلهم، فيما أسفر
في لبنان عن مقتل 296 شخصا على الأقل، بينهم 207 مقاتلين من حزب الله و 46 مدنيا. أكد المبعوث الأمريكي إلى لبنان أموس هوشتاين التزام واشنطن بالعمل مع الحكومة اللبنانية لإنهاء العنف الحالي في الجنوب، كما أنها تعمل مع الشركاء لوقف الأعمال العسكرية بين لبنان وإسرائيل. وأضاف أموس خلال مؤتمر صحفي في لبنان أن مفاوضات السلام هي الحل الأمثل لوقف التصعيد بين الجانبين، مشيرا إلى أن التصعيد ليس في صالح أي طرف، كما أنه لا يوجد شيء اسمه حرب محدودة. وشدد المبعوث الأمريكي على أن بلاد أو على أن بلاده تعمل من أجل التوصل إلى هدنة في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن، وأشار إلى أن وقف إطلاق النار المؤقت ليس كافيا، وأن أي هدنة في غزة لن تمتد بالضرورة تلقائيا للبنان. في هذه البانوراما، ولكن بعد أنباء الاقتصاد، بعد مرور عام على بدء التشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية، وزارة النقل تؤكد أنها تمكنت من جذب عدد كبير من الخطوط الملاحية العالمية. وإلى أخبار المال والأعمال، تفاصيل أخبار الاقتصاد في بانوراما الرابعة، ومباشرة إلى الزميلة حنان الخول. إليك حنان. غادة وأيمن، شكرا لكم ومشاهدينا، أهلا بكم في هذه النشرة الاقتصادية وأهم ما فيها. مدبولي يؤكد وجود توجيهات رئاسية بالإفراج الفوري عن البضائع من الموانئ مع زيادة الموارد الدولارية. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد وجود توجيهات رئاسية بالإفراج الفوري عن البضائع من الموانئ مع زيادة الموارد الدولارية، وذلك بإتمام صفقة رأس الحكمة. وخلال اجتماع لمتابعة موقف حركة البضائع والشحن في الموانئ المصرية، أشار مدبولي إلى أن الأولوية ستكون للإفراج عن السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج، وهو ما يسهم في توازن الأسعار وانخفاضها. في سياق منفصل، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الاهتمام البالغ الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة موقف المناطق السكنية التي تم تطويرها ونقل سكان المناطق غير الآمنة أو بديل العشوائيات إليها. قال مدبولي خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة توفير الخدمات المختلفة بمشروعات الإسكان بديل العشوائيات على مستوى الجمهورية، قال إن هناك متابعات مستمرة لهذه المناطق ولجانا تتفقد المواقع من الجهات المعنية بهدف الاطمئنان على توافر الخدمات المختلفة لأهالينا سكان هذه المناطق، خاصة الخدمات الصحية والتموينية وغيرها. وفي سياق متصل، عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الإجراءات التنفيذية المقترحة من وزارة الطيران المدني لطرح إدارة وتشغيل المطارات بشركات القطاع الخاص. أشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى مواصلة الحكومة لجهودها من خلال الوزارة والأجهزة المعنية للنهوض بقطاع الطيران المدني بما يسهم في الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليميا وعالميا وبشكل يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة، وذلك من خلال إشراك القطاع الخاص بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للركاب وكذا زيادة الإيرادات المحصلة.
ترأس وزير التجارة والصناعة أحمد سمير ونظيره السعودي المهندس ماجد القصبي الاجتماع الوزاري للدورة 18 للجنة المصرية السعودية المشتركة. قال الوزير أن اللجنة ناقشت سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عدد كبير من الموضوعات التجارية والصناعية والاجتماعية والثقافية، وأيضا موضوعات الإسكان والبترول والتعليم والسياحة وعدد من الموضوعات الأخرى المطروحة والتي تصب في صالح البلدين وتحقق التوافق بين حكومتي مصر والمملكة في المجالات والموضوعات محل الاهتمام المشترك. احتفلت جمعية المصدرين المصريين بيوم المصدر باعتباره ملتقى يجمع المستثمرين وأصحاب الأعمال، وذلك لبحث رؤية الدولة للنهوض بقطاع الاستثمار. إيمانا بأهمية التصدير والمصدر المصري، احتفلت جمعية المصدرين المصريين بيوم المصدر بحيث يكون منتدى ومنصة للجمع بين المصدرين ومقدمي الخدمات والهيئات المعنية. مش هقدر اعمل تصدير من غير ما يبقى فيه انتاج، ومش هيكون فيه انتاج الا بالاستثمار، عشان كده طلعنا بمبادرة الاستثمار من اجل التصدير. في نفس الوقت انشأنا اكاديمية للصادرات عشان تبقى مدرسة للمصدرين وللعاملين في حقل التصدير، ودي اطلقناها من حوالي شهرين تقريبا. وايضا انشأنا جوه الجمعية ادارة متخصصة في دعم السياسات علشان تقوم بنفس الأغراض دي. سوق المصري سوق ضخم، وحاليا في فرصة تصديرية في مصر غير مسبوقة. المصدر له فرصة عظيمة ان هو يخش الأسواق الدولية، ولكن احنا جايين عشان نقدم الدعم من الشق القانوني، ان هو اذا حب يصادر للسوق السعودي مثلا في زميلنا عبد الله في مكتبنا هناك، او اذا حب يصادر للسوق الاماراتي في لنا مكتب هناك، نقدر نقدم له دعم ما قبل التصدير من ناحية التعاقد، او ما بعد التصدير لو في مشاكل في الاسترداد ممكن نقدم له هذه الخدمات. وخلال الاحتفالية تم التأكيد على رؤية الدولة لزيادة ومضاعفة الصادرات المصرية من خلال آليات وحلول للتحديات لتحقيق رؤية الدولة للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات. القيادة السياسية بتأمل أن احنا نصدر ب 100 مليار دولار. علشان اقدر اصدر بهذا الرقم لازم يبقى في عندي انتاج، وعشان يبقى عندي انتاج لازم يبقى عندي استثمار، فبالتالي هي سلسله من النشاطات. فبالتالي احنا بنتكلم على الاستثمار الموجه في الاساس الى التصدير، وليس الاستثمار الموجه الى السوق المحلي. احنا بندعم كل المشاريع المتوسطه والصغيره في مصر في كل القطاعات الصناعيه والزراعيه وكمان الطاقه الشمسيه، وبما انها دلوقتي حاجه استراتيجيه جدا في ان احنا في السوق عموما المصري، فاحنا بندعم كل القطاعات في مصر على شركات على مستوى الشركات الصغيره والمتوسطه. كما تم القاء الضوء على محاور عده اهمها الاستثمار من اجل التصدير وطرق جذب الاستثمار والمستثمرين وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي. فتح منافس تسويقيه للسلع المصريه في الخارج بالاضافه الى تعزيز تنافسيه تلك السلع وما تهدف اليه الدوله مؤخرا لتعزيز الصادرات المصريه. اشرف مبارك، النيل للاخبار. أكد مسؤول صيني اليوم أن لدى القيادة ثقة كبيرة في أن اقتصاد البلاد سينتعش قبل الإعلان عن البرنامج السياسي لعام 2024 على خلفية تباطؤ اقتصادي. جاء ذلك على خلفية انعقاد البرلمان الصيني لدورته السنوية في بكين، حيث ستعلن الصين غدا الثلاثاء هدف تنموي إجمالي للناتج المحلي. وللمتابعة معنا مباشرة من بكين موفد النيل للأخبار أحمد سعد الدين. أحمد، بداية كيف تابعت فعاليات الدورة الثانية للمجلس الوطني الرابع عشر للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني؟ يعني بالفعل في هذا التوقيت الذي أصبحت فيه الصين محط أنظار العالم وقوة فاعلة للعديد من الشؤون العالمية، يعني بالفعل باعتبارها هي ثاني أكبر قوة اقتصادية على مستوى العالم وصاحبة أكبر مبادرة تنموية، وهي مبادرة الحزام والطريق أو مبادرة طريق الحرير التي تضم أكثر من 100 دولة ومنظمة عالمية. في هذا التوقيت أصبحت الصين محط أنظار العالم لتتبع المسيرة التنموية لجمهورية الصين الشعبية، وانطلقت اليوم الدورتين التشريعية
والنيابية الدورة الثانية للمؤتمر الوطني 14 يعني للمجلس الاستشاري للشعب الصيني، وهو أعلى سلطة استشارية وتضم العديد من البرلمانيين، يعني حوالي أكثر من 2000 نائب تحت مظلة هذا المجلس الاستشاري، وكذلك العديد من التيارات الحزبية وكذلك الوسائط السياسية الذين ينتمون إلى أو يعملون تحت مظلة المجلس الاستشاري لتقديم العديد من الرؤى وكذلك الاستشارات والعمل على التنمية الاقتصادية في هذا التوقيت لرفع معدلات التنمية الاقتصادية. أيضا على قبيل آخر وهو المجلس النيابي أو مجلس نواب الشعب الصيني الذي تنطلق الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية للمؤتمر الوطني للمجلس نواب الشعب الصيني، وهو أعلى سلطة تشريعية ويخضع تحت رقابته أو تحت مظلته باقي السلطات سواء السلطة التنفيذية أو السلطة الرقابية أو الجهات الإدارية، كل هذا يخضع تحت رقابة مجلس نواب الشعب الصيني باختلاف الأنظمة التشريعية في يعني الدول الغربية التي تتبع مبدأ الفصل ما بين السلطات، ولكن هنا في الصين هو نظام مختلف وهو السلطة التشريعية هي أعلى سلطة في الدولة. يعني بالفعل من خلال انطلاق هذه الجولة وهذا المؤتمر يعني وهو أكبر حدث في الصين في هذا التوقيت، يعني بالفعل تم الإعلان على بعض المحاور والنقاط الهامة التي تتبع منها الصين القرار الديمقراطية السليم. نعم بالطبع هي تتبع القرارات الديمقراطية خاصة من خلال السلطة التشريعية في البلاد. الزميل موفد النيل للأخبار أحمد سعد الدين، شكرا جزيلا لك. إذن نهاية الاقتصاد، شكرا مشاهدينا للمتابعة وعودة إلى أيمن وغدا، إليكما. أشكرك شكرا جزيلا حنان. أصدرت وزارة النقل تقريرا أكدت فيه تمكن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية من جذب عدد كبير من الخطوط الملاحية العالمية واستقبالها ما يزيد عن 280 سفينة. كما أشارت الوزارة إلى ارتفاع معدلات الشحن والتفريغ والاستغلال الأمثل للأرصفة، وذلك بعد مرور عام منذ بدء التشغيل التجريبي للمحطة. عام مر منذ أن بدأ التشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، أحد أهم المشروعات القومية في مجال النقل البحري. تطلب إنجاز المحطة عملا دؤوبا في مجالات عدة شملت تشييد البنية التحتية من ساحات وأرصفة ذات مواصفات عالمية، شراء وتركيب أحدث معدات تداول البضائع مع تركيب منظومة قياسية، إضافة إلى استقطاب وتجهيز أطقم التشغيل مع تنفيذ خطة تدريب على أعلى مستوى داخل البلاد وخارجها. عام مر شهد جهدا كبيرا من إدارتي التشغيل والتسويق لجذب أكبر عدد من الخطوط الملاحية العالمية، جهود نجحت من خلالها الشركة القائمة على المشروع في التعاقد مع 6 خطوط ملاحية عالمية مختلفة، وتم استقبال ما يزيد عن 280 سفينة منذ بدء التشغيل التجريبي للمحطة وحتى الآن. عمليات الشحن والتفريغ والاستغلال الأمثل للأرصفة ارتفعت معدلاتها، مما مكن المحطة من استغلال إمكانياتها الفنية واستقبال سفن ذات أحجام كبيرة لأول مرة بميناء الإسكندرية، وبحمولات أكبر تتراوح ما بين 9 إلى 12 ألف حاوية زادت إلى 15 ألف حاوية. خلال العام الفائت وصل معدل التداول بالمحطة إلى 230 ألف حاوية، من المخطط أن يزداد معدلها لتصل المحطة إلى أقصى طاقة استيعاب لها. ونجحت المحطة في أن تحتل مركزا رئيسيا لتجارة الترانزيت في الشرق الأوسط. محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية وبما تمتلكه من مؤشرات التقدم والتطور استطاعت التغلب على التحديات التي تواجه الموانئ العربية، التكدس. فمن خلال التسجيل المسبق للشاحنات تم تقليل زمن انتظار هذه الشاحنات، فلا يتعدى وقت الشاحنة داخل المحطة 20 دقيقة.
أمر أدى لزيادة أحجام التداول وبالتالي زيادة إيرادات المحطة. محطة تحيا مصر متعددة الأغراض تأتي في إطار مخطط يجعل من مصر مركزا عالميا لحركة التجارة واللوجستيات، أمر يزيد من مكانتها على المستوى العالمي ويضاعف من أهمية موانئها المختلفة. ختاما لهذه البانوراما إلى حضرتكم تذكرة بأهم العناوين. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل لتحسين منظومة التقاضي بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة. تزايد الانقسامات في حكومة نتنياهو، والعضو في حكومة الحرب الإسرائيلية جانتس في واشنطن لبحث الأزمة في غزة. المبعوث الأمريكي إلى لبنان يبحث سبل التهدئة مع إسرائيل ويحذر من أي هدنة في غزة لن تمتد بالضرورة تلقائيا للبنان. هذه البانوراما الإخبارية الشاملة جاءكم من قناة النيل الأخبار في القاهرة. تفاصيل أكثر على موقعنا على الإنترنت نايل دوت إي جي. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.